هاي رغم أنه كتار بيعتبروا حرية الرأي والتعبير مقدسة، بعد في كتير دول بتحاول تحد من هالحرية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع تويتر بتلقى طلبات رسمية من الحكومات لينشل محتوى عنه، وتركيا هي أكثر دولة بتتقدم بطلبات لإزالة بعض محتويات عن تويتر، وقدمت سنة 2017 أكثر من 1995 طلب رسمي من الحكومة. معروف أنه تركيا بتحشم مواقع فيسبوك، تويتر ويوتيوب كل ما بيصير في أزمة سياسية فيها. بالمرتبة الثانية روسيا قدمت بحدود 1213 طلب، والمفاجأة أنه دول ديمقراطية مثل فرنسا عندها أكثر من 1000 طلب لإزالة محتويات حساسة عن تويتر، بوقت ما بيتخطى هالموضوع 118 طلب بالولايات المتحدة. مين قال أنه السيطرة على الحرية صعبة بزمن السوشيال ميديا، بس لازم كمان نمارسها بمسؤولية؟ أنا قال، شوفكم بكرة.